استاذ معاذ احنا عاملين حمله بنوقف مع الاردن نص ساعه تيجي معنا ان شاء الله بتوقف ان شاء الله حسب الجو يعني كل حسب واحد الجو طبعا استاذ معاذ والله ما شاء الله والله افكارك نيره. اقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنه العامه ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميه للسنه الماليه 2022 واللي اكد فيها وزير الماليه معالي محمد العساس انه لا ضرائب جديده وانه الحكومه تسعى الى تسريع عجله الاقتصاد العام المقبل. يعني هو نفس الكلام بكل موازنه، ترى الدين قاعد بزيد والمصاريف بتزيد وبالتالي العجز قاعد بزيد. طبعا احنا رح نحكي اكثر في الموازنه لانه هسه رح تروح على مجلس النواب اللي رح يدرسها دراسه يعني يمكن يفللوا بالامتحان. بس بكل هاي الموازنه يا اخي ما شفنا اشي جديد، او لما انت هيك تمسكها تقراها ما بتحكي احنا مركزين على الصحه، لا على التعليم، في عنا توجه الكتروني. يا أخي ما شفنا كيف الموازنة رح تقدر تدفع لحل مشكلة البطالة والفقر الموجودين، وهذا نفسه حال كل الموازنات السابقة. فيا جماعة بدنا أفكار جديدة، بدنا موازنة مميزة. أي الله وكيلكم أنا بطلت أميز بينهم، الموازنات مش قادر أميز. أنا سمعت بدك أفكار جديدة، جيت بوقتك أنت. أنا مش قادر أميز الموازنات. أستاذ معاذ أنا كشاب أردني واعد طموح مفعم بالحياة مليء بالأفكار، لابس قميص كربوهيدرات، أنا كل الأفكار الجديدة عندي، أنا كنت بستنى هاي الفرصة تعطيني إياها من أول. طب يلا أعطيني أفكار. أستاذ معاذ أنت ما بتميز بين الموازنات، صحيح. هل بتقرأ الموازنة وما بتفهمها، صحيح. هل بتعاني من مشكلة الصلاة، صحيح. الآن كرملي سوري أستاذ معاذ خربطك، بس أنا لأني بتعرف الأفكار مرات بتخبط علي هيك تفتح سير على سير، عرفت ما شاء الله على أفكارك النيرة. نركز على مشكلة الموازنة. الموازنة مشكلتك الموازنة أستاذ معاذ، أنا عندي الحل. الحل اللي هو تجليد جديد للموازنة أستاذ معاذ. شو اللي تجليد جديد؟ أستاذ معاذ أنت ما بتميز بين الموازنات أبدا. فأنا إحنا شو كل موازنة منجلدها شكل أستاذ معاذ، وطبعا عندنا استيكرات، هاي الاستيكرات ميسي. ميسي أفضل لاعب في العالم. وعندنا أميرات الحي الشرقي، الأمير عروب والأميرة رغدة، أستاذ هذول معروفات في معروفات في المنطقة. معروفات كثير أستاذ معاذ. طيب حلو، أنا هيك يعني بصير أميز كل موازنة من لون التجليد. طبعا أستاذ. طب والأرقام اللي جواتها؟ أستاذ معاذ أنا مخلص IT، أنا ماليش دخل في الأرقام، بس أنا هذا اللي بقدر عليه، هاي أنا قدراتي، أنا بوقف مع الأردن بقدراتي أستاذ معاذ. صح لازم. وصحنا هسه أستاذ معاذ المستقبل للشباب. مزبوط. أنا كشاب أردني واعد طموح مفعم بالحياة مليء بالأفكار لابس قميص كربوهيدرات. أستاذ معاذ هاي قدراتي أوقف مع الأردن، وأنت لازم توقف معنا أستاذ معاذ. بس أنا دائما أستاذ معاذ إحنا عاملين حملة بنوقف مع الأردن نص ساعة. تيجي معنا ان شاء الله بتوقف ان شاء الله حسب الجو يعني كل حسب واحد الجو طبعا استاذ ما. والله ما شاء الله والله افكارك نيره ما شاء الله يعني شكرا انا لك. بس مش الاستاذ بس افكار، انا موهوب كمان لا. انا بمثل. انت استاذ معاذ انا بمثل، انا ممثل. يعني عندك تجارب سابقه طبعا انت. استاذ معاذ انا مثلت مسرحيه التاجر حسن وعلي كوجي. انت طبعا استاذ شو كان دورك؟ التاجر اثنين. شو كنت تعمل؟ كما قال اخي. شو قال اخوك؟ هذا زيتون وهذا العام. لا يا شيخ يا سلام، لولا وقفتنا مع التاجر حسن ولا كان اكلوا عليه مصاري استاذ معاذ. انا كشاب اردني واعد طموح مفعم بالحياه مليء بالافكار لابس قميص كربوهيدرات لابس بليزر تبع خطبتي ابن عمي استاذ معاذ. تشتري بليزر، هاي الخطه لكل الشباب الاردني انا بوجهها. تشتري بليزر واحد لون بني او لون كحلي بيمشي مع كل المناسبات، بيلبق على كل, كل المناسبات ما شاء الله عليك. انا ان شاء الله راح استاذ معاذ تشتري عطورات معي. لا. عطورات اصليه استاذ لا يعطيك العافيه شكرا. الله يعافيك. حلينا موضوع. طب شو استاذ معاذ شم ايش شو اللي استاذ معاذ انا انعجقت. السلام عليكم. يعطيك العافيه يعطيك العافيه شكرا شكرا لحلولك النيره شكرا.